فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يقول: هل التفريق في المضاجع بين الأولاد الذكور والبنات أم بين الأولاد الذكور أيضا؟ كلهم يفرق بين الذكور والذكور وبين الإناث والإناث وبين الذكور والإناث، كلهم يفرق بينهم لأن الخطر موجود في الجميع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.